هاي الماراثون هو سباق بالركض لمسافات طويلة وجزء من الألعاب الأولمبية من سنة 1896. هالتسمية بتعود لمعركة ماراثون يلي غلبوا فيها اليونانيين الفرس سنة 490 قبل الميلاد، ووقتها ركض العسكري فيديبيدس حوالي 42 كيلومتر من ماراثون لأتينا ليوصل الخبر، وأول ما وصل أعلن الربح ومات، ولهيك تم اعتماد المسافة يلي ركضها بالماراثون المعاصر. أسرع راكض ماراثون بالعالم هو الكيني دينيس كيميتو، وحقق رقمه القياسي بساعتين دقيقتين و57 ثانية بماراثون برلين سنة 2014. البريطانية بولا ريدكليف هي صاحبة الرقم القياسي كأسرع الدقة. ماراثون القطب الشمالي معروف بـ World's Coolest Marathon، وبماراثون أنتاركتيكا توصل الحرارة للعشرين تحت الصفر. مين قال إنه العدائين يلي بيلبسوا أحمر عندهم حظوظ أكبر بالفوز؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.